بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 75. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله تعالى: وروى إلا ابن ماجة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. هذا فيه دليل على أن المشي اليسير للحاجة في الصلاة لا بأس به، إذا كان في اتجاه القبلة، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وإنما في اتجاه القبلة، كأن يكون الباب في اتجاه القبلة فيمشي ويفتحه للقادم. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم. هذا الحديث فيه دليل على سجود السهو، على سجود السهو للشك، إذا شك الإنسان كم صلى ثنتين أو ثلاثا فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو ترغيما للشيطان. نعم. وقال البخاري: قال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هذا في دليل على أن الإنسان إذا فكر تفكير عبادة، فكر في العبادة، كأن يفكر أنه يحج أو يغزو أو يجهز الجيش أو ما أشبه ذلك، فهذا تفكير في العبادة فلا يضر في الصلاة. نعم. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. نعم. هذا فيه دليل على اتخاذ السترة في الصلاة، إذا صلى الإنسان في صحراء فإنه يجعل أمامه شيئا مرتفعا من عصا مركوز أو حصاة أو جدار أو ما أشبه ذلك. نعم. ولهما عن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. نعم. هذا فيه دليل على أن المصلي يصلي إلى سترة، وأنه يقرب منها حيث لا يكون بينه وبينها إلا ممر الشاة، قد قدروا ذلك بثلاثة أذرع، فإذا كان بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع فلا يمر أحد من هذا
من هذا الطريق الذي يصلي فيه المصلي. نعم. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. كذلك دخل الكعبة المشرفة صلى فيها، هذا عام الفتح، صلى فيها عليه الصلاة والسلام، ففيه صحة صلاة النافلة داخل الكعبة، مشروعية ذلك. أما الفريضة فلا يصلي داخل الكعبة، وإنما يصلي إليها، كما قال جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالنافلة تجوز صلاتها داخل الكعبة، بل إنه يستحب ذلك إذا تمكن منه. نعم. أحسن الله إليكم. هل جاء للصلاة داخل الكعبة فضيلة مخصوصة أو أدعية واردة في هذا الموطن؟ صلاة عادية مثل سائر الصلوات، ما ورد فيما أعلم أو ما يحضرني، ما أعلم أن صلاة داخل الكعبة لها أذكار مخصوصة. نعم. ولمسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. نعم، ترتفع كمؤخرة الرحل على الدابة، الرحل الذي يرحل على البعير، وله جانبان، جانب من الخلف وجانب من الأمام، تعلق عليه الأمتعة. نعم. وفي حديث طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم فلا يضره من مر بين يديه. كالذي قبله، أن المصلي يتخذ سترة تكون مرتفعة بقدر مؤخرة الرحل ولا يضره من يمر من ورائها. نعم. وفي البخاري في حديث أبي جحيفة: فصلى بالبطحاء الظهر والعصر 2 ركعتين ونصب بين يديه عنزة. نعم، صلى بالبطحاء، بطحاء مكة المشرفة، ونصب عنزة بين يديه، والعنزة هي العصا القصير محدد الرأس. نعم. وفيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها، قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. هذا في دليل على أنه يجوز أن تكون السترة راحلة، يعني بعير بارك. نعم. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب، أي إذا هاجت الإبل؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. الرحل اللي هو الذي ترحل به الدابة، يوضع على ظهرها لتعلق عليه الأمتعة. نعم. وله يعني له مقدمة ومؤخرة. ولهما من حديث أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. نعم، إذا يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته، وإذا أراد أحد أن يمر فليدفعه ولا يتركه يمر بينه وبين سترته، فإن أبى فليقاتله، يعني يضاربه. فهذا دليل على أن الأمر في هذا شديد، وأنه لا يتساهل فيه. فإن معه القرين، أو فإنما هو شيطان، إنما معه القرين يعني الشيطان، أو هو شيطان يعني من شياطين الإنس. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا:
فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. نعم، الشيطان يعني. ولهما عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعا: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال نعم. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ نعم، هذا فيه شدة الوعيد على المرور بين يدي المصلي قريبا منه أو بينه وبين سترته، فيقف حتى أو يأتي من طريق آخر أم وراء سترة المصلي ولا يمر قريبا منه بمقدار 3 أذرع إذا لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته، فلا يجوز له. فلو مر قريبا منه أو بينه وبين سترته فإنه يكون عليه من الوعيد كما لو وقف 40، والأربعين فسرت بأربعين يوم، 40 شهر، 40 سنة، الأمر شديد في هذا. نعم. ولمسلم: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وهذا أمر شديد أيضا، هذا فيه التشديد في تحريم المرور بين المصلي وبين سترته. نعم. ولأبي داود عن أبي سعيد مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. نعم، صلي إلى سترة بين يديه وليدن منها أيضا، لا يكون بعيدا عنها. نعم. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. نعم، هذا فيه دليل على أن النوم أمام المصلي، إذا نام أمامه أحد فلا بأس بذلك ولو كان امرأة، حتى إن عائشة كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه. نعم، هذا فيه بيان أن السترة تكون شيئا قائما، هذا أفضل، كعصا يركزه أو عنزة أو جدار أو صخرة أو ما أشبه ذلك، أو شجرة تكون أمامه قائمة، فإذا لم يجد شيئا يكون قائما بين يديه فيخط خطا حتى يعلم المار أن هذا سترته، فلا يأتي بينه وبين سترته. نعم. قال الطحاوي فيه مجهول، قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. نعم، يضعفون خط، يعني جعل الخط سترة، يضعفون هذا، ولكن بعضهم يقول لا بأس بذلك لأن هذا من باب الاحتياط. نعم. وعن المقداد أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. نعم، هذا إذا كان أمامك شيء قائم كعمود ونحوه فلا تصمد إليه تقابله مقابلة، بل يعني تميل عنه يمينا أو شمالا لئلا يكون هذا من التشبه بعبدة الأصنام. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. هذا يدل على أنه يجوز أن يصلي بدون أن يكون أمامه سترة، دليل على أن السترة ليست واجبة وإنما هي مستحبة وليست واجبة.
وفي من يتشدد الآن في السترة ويعمل لها أعمال، وهذا من باب التشدد. فالسترة مستحبة وليست واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء كيف يصلي في صلاته ولم يذكر له السترة. نعم. وعن المطلب بن أبي وادعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. نعم، إذا كان يدل على أنه إذا كان أمام المصلي باب مفتوح يدخل منه الناس لا بأس بذلك. نعم. ولأحمد بسند حسن أن زينب بنت أم سلمة مرت فلم تقطع صلاته. زينب طفلة صغيرة وأمها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أبي سلمة، توفي أبو سلمة رضي الله عنه عن أم سلمة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ومعها بنتها زينب طفلة صغيرة. نعم. ولأبي داود فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وفي البخاري صلاته إلى البعير. نعم، صلاته إلى البعير يعني اتخذ البعير البارك سترة لا بأس بذلك. ولو صلى وليس بين يديه سترة فصلاته صحيحة، لأن السترة ليست من شروط الصلاة كما يتشدد بها بعض المتعلمين. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضاعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير وسلم.